حملة جمع المليون توقيع انطلقت في جميع المحافظات العراقية، منها محافظة ديالى، نظمها ناشطون مدنيون واللجان التنسيقية للتظاهرات بهدف إحالة من تم وصفهم بكبار الشخصيات الحكومية والسياسية من الفاسدين إلى السلطات القضائية. إلى الآن وصلت الحملة على مستوى العراق إلى 400,000 في ديالى. لحد الآن محافظة ديالى تنسيقية المدنية التي تجمع التظاهرات وصلت إلى ما يقارب 25,000 توقيع. مليون صوت عراقي، مليون ضمير ينادي بفتح ملفات الفساد الذي جاء عبر نظام المحاصصة الطائفية والأثنية. هذه الحملة أيضا هي جزء من حملة ضد الإرهاب، لأننا نعتقد أن الإرهاب بالعراق متغذي على أموال الفساد. الحملة التي شملت أغلب مناطق ديالى قوبلت بارتياح ضحايا الفساد ممن تعرضوا للابتزاز خلال محاولة الحصول على فرصة للتعيين في المؤسسات الحكومية. أريد أعين زوجتي معلمة خريجة من سنة 2006، ولحد الآن عاني من الفايلات ونضيف فايلات مديرة تربية ديالى وماكو أي نتيجة، ولحد الآخر نتيجة وصلناها رادوا من عندي 8,000 دولار ويلا يعينوا لي إياها. الفساد هو 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 سبب مشاكلنا كلها، الفساد هو الإرهاب، هو الدنيا كلها شعلوها أقوى من داعش. الحملة لا تغير من الواقع شيئا وإن جمعت مليار توقيع بدلا عن المليون، هكذا يتحدث مراقبون، فهم يخشون نفوذ الفاسدين الذين يتوعدون من يفتح ملفات الفساد بالقتل. قولوا لهم وبالفم المليان لو جمعوا مليار توقيع سوف لن ينالوا من هؤلاء، كونهم يعني يمسك بسدة الحكم هم الفاسدين، يعني طبقة الحاكمة بالكامل وبلا استثناء هم فاسدون. وما جرى لقناة الحرة عراق ولمراسلها هادي العنبقي حقيقة يثير الشك والريبة من جانب الفساد والمفسدين والداعمين الفساد، حيث قاموا بتهديد هذا المراسل وحتى تهديده بالقتل. هادي العنبقي، الحرة.